çak bir kibrit rolunu ver, ver ateşe. Omuzun da hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik, kendimize yönettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sende. Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sende. لميس يا عمري تعالي فوتي. انت منيحة؟ ما بدي فوت، بدي روح هالمحل، جبت لك شوية غراض حبيبتي. حكمة صار منيح، لا تخافي عليه ماشي؟ انت طميني عن حالك. كيف بدي كون يعني؟ حكمة كان رح يموت بسببي أنا، لو ما أجيت لعندكم ما كان صار يلي صار. لك شو هالحكي؟ لا عاد تقولي هيك شي. حبيبتي سعرك بسعر تولاي، يعني صرتي وحده من هالعيله وهذا البيت بيتك. بعدين حبيبتي لولاكي ما كنت رح اضل قويه بالحبس، وكمان ما قدرت اطلع من قصه بدر. ايه مزبوط، لولاي ما كنت قدرتي ترمي حجر على بيت بدر. اكيد. ليكي حبيبتي رح يلاقوا حدا، وقتها كل شيء بينحل. رح نستناكي مشان ترجعي على بيتنا، وانا رح حل مشكله المشغل كمان. تمام؟ تمام. رح لاقي زباين مناح، يعني لا تخافي كل المشاكل رح تنحل، بس انتي لا تتشائمي. طيب خلاص هلا بشغل التلفزيون وبقعد بتسلى شوي، ما تاكلي همي. ايه تمام، يلا لك. ديري بالك ماشي؟ لا تاكلي همي. لميس انتي كتير حلوة بتعرفي، مو هيك؟ وانا يلي فكرت في شي مهم. يلا خليني امشي. استني، ما خلصت. وقلبك ما في أطيب منه، وأكتر صبية مميزة. لكي لميس عن جد أنت بنت أصل، ومعدنك صافي 100%. أنت أختي. هنا أهلنا بصدق. يلا ما بدي أتأخر على الورشة. خلص فهمنا، خليكي دقيقة. إيه اسمعي كلامي، عم قلك أنا أختك حبيبتي بحياتك كلها. ما تنسي قيمتك وغلاوتك عندي ماشي لميس؟ أوعك تنسي. تمام، وأنت كمان لا تنسي. يلا خليني روح بقف، وادعي لي اقدر اجيب شغل للورشه. يلا ماشي. Thank you.
تدور علي، أنا رايحة أحل مشكلتي مع حيدر بشكل نهائي. عندك يا حيدر. الجو يلي بده يعيش فيه ابني، مجرمين وسكرجية، كل أنواع البشر موجودة بهالحارة. لميس شكل انتهت. حكمة شو أخباره؟ طاب شي؟ شايف الموضوع كتير بهمني؟ لا طبعا. انسى، شو مشان موضوعنا؟ ورقة الطلاق صارت جاهزة مو هيك؟ تمام، وكتبت إنه أنا وبدر كانت حياتنا الزوجية كتير منيحة لوقت ما دخلت لميس، ومشان قرر بدر انه فورا نتطلق. دعوى الطلاق لازم تنتهي بالجلسه الاولى. تماما، انا على هذا الاساس جهزت ملف، بس بصراحه بدنا افادات من ناس تشهد على هذا الشيء. لا تاكل هم هالشغله، اساسا قضيه الطلاق مو غايتي، بس لازم نلهيهم مشان ينجح اللي خططنا له، والا نحن الاثنين بنعرف انه مستحيل اقدر رجع سامح بعد ما طلق منه. سامح ولا بدر والله ما بهم هالشيء. ليش مهتمه فيك لهالقد مدام؟ أنت وحدة إلى مكانتها، وكمان ناجحة وحلوة كتير، يعني بصراحة ما عم أفهم شو الشي اللي مخليك تتعلقي بسامح أكتان. المسألة مو أني متعلقة فيه، المسألة متعلقة فيني. كمان كان في بيناتنا اتفاق، وقلت له إذا ما وفيت بوعدك مثل ما طلعت لميس من الحبس رح رجعها مرة تانية وفورا، بس طبعا ما التزم. تمام، خلينا نفترض طلعتي لميس من حياته، شو اللي بيضمن لك انه ممكن يرجع لك بعدين؟ والله اذا رجعت على السجن وقتها على شو بده يضل معه؟ سليم انت موافق على خطتنا ما هيك؟ لانه اذا مانك موافق على الخطه ممكن يصير لبعدين مشاكل كتير. والله وانا كمان مجروح مثلك، حبيت استفسر عن الموضوع مو اكثر. مثل ما قلت لك، سامح اعطاني وعد وما التزم ابدا، ومثل ما بتعرف ما بيصير نخلي المذنب بدون عقاب. ايه بس اذا جيتوا لهون وشفتوا شغلنا بركي. تمام، فهمت عليك. تمام، تليفوني صار عندك، يعني بحال غيرت رايك. طيب يسلموا. شوفي ليش قلبي وشك. هذا منصور بيك نشر الخبر بكل السوق، أول ما بحاكيهم بيكون ما في ألطف منهم، وبعدين بس يسمعوا اسمنا بيتغير تعاملهم معنا، ما حدا بده يتعامل معنا بنور. وشو قلة هالأصل اللي عملها هاد؟ شو بيعرفني؟ خرف يمكن. شو بدنا نعمل؟ مرحبا. أهلين، تفضل. لميس أليبول موجودة؟ تفضل. أنا قدري شلبي، منافس منصور بيك، وعرفت بكل شي صار معكم. ايه طبيعي لازم تعرف، كل السوق صار يعرف. قلنا له انه في حدا سرقنا الفساتين، بس هو ما عم بيصدق الموضوع. منصور بيك ما عنده مزح، وخاصة موضوع الشغل. بس هلأ انا ماني هون لأحكي عنه ابدا. لميس خانوم، الفساتين اللي خيطتوها اول مرة عجبوني، واذا بتقدري تخيطي لي نفس الموديلات اللي عملتوها لمنصور بيك. لا والله، يعني الموديلات هدول بس عملناهم لمنصور بيك، بس إذا بدك بنعمل لك أحلى منه، لا تخاف. إيه بيصير.
قديه كان يعطيكم على القطعه الوحده؟ يعني الاغراض عليك ونحن اجرت ايدنا 100 ليره على القطعه الوحده. ماشي، انا بعطيكم 50 بس. ايه بس ما بصير هالحكي، شو 50 ليره؟ هيك بتكون عم تستغل وضعنا والشغل ماله صح. مو معقوله ما حدا بيشتغل بهيك سعر. والله انت ادرى انسي لميس، سمعتكم بالسوق صارت كتير بشعه، بتوقع بتعرفي، وانا بهالحاله رح خاطر اوثق فيكم. لميس الي بول تفضل، خذوا الماكينات شباب. بس ليش؟ ليش؟ بس دقيقة، بدنا نحجز على الماكينات مقابل الدين يلي ما قدرتوا تدفعوه للسيد منصور، وما بدنا مشاكل. ايه بس رح ندفع له كل المصاري، والله رح ندفع له كل المصاري، بس هو يصبر علينا بس شوي. اسمعي يا خانم، انا عم نفذ الاوامر وبس. شو بدنا نعمل لميس؟ الخرب بيتنا. ايه بما انه رح ياخذوا الماكينات فبظن ما عاد في داعي نحكي باي شيء ابدا. عن اذنك انسي لميس. سيد قدري، سيد قدري استنى شوي لو سمحت. سيد قدري بس دقيقة، بعرف انه صعب توثق فينا بهالموضوع، بس لازم نخلص باي شكل من الاشكال من هالقصة ضروري يعني. ولهيك اذا بتعطينا ماكينات بنشتغل بخمسين ليرة. كيف يعني؟ بدكم يعني اعطيكم ماكيناتي لتشتغلوا؟ ايه صح، بعرف انه بعد اللي صار صعب تأمن عليهم عنا. فيك تاخد اجرة الماكينات، يعني اعتبرنا رح نستأجرهم منك، بنشتغل عليهم وانت بتاخد اجرتهم. ايه لكن بتخيطوا الفستان بأربعين ليرة. ايه تمام، بس هالسعر على الدفعة الأولى، وإذا عجبتك منخيط الدفعة الثانية بستين ليرة وبتضل الماكينات عنا. شاطرة بالتفاوض أنسي لميس، عجبتيني كتير. تمام اتفقنا. بكرة الصبح ببعث لكم الماكينات تبعوتي، خلونا نبلش بمية فستان خلال أسبوع. تمام اتفقنا. اتفقنا. يلا مع السلامة. شكرا. يا الله يا بنت برافو عليكي، والله أنا كتير فخورة فيكي، لولاكي شو كنا عملنا. شو صاير لكم عزيزة عم تمدحني من الصبح وانت هلا؟ صحيح خلينا نخبرها كتير رح تنبسط. ايه خلينا نتصل فيها. يلا karanlığa çak bir kibrit ruhunu ver ver ateşe omuzunda hayatın yükü yüzünü dön dön güneşe güneşi bir el ateş ettik bilmedik kendimize inettik ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik nerede bizdeki eski neşe bile bile ateşe kimse tutmadı elimizden her bela geldi peş peşe nerede bizdeki eski neşe bile bile daldık ateşe kimse tutmadı elimizden her bela geldi peş peşe yanımda kalmadın mı öpüp koklamadın mı والله لأحرة كل حدا بيقرب على أخي حتى ما تفهمت أنت وياه، وأحرة كل واحد بيقرب على عائلة ألي بول. بعرف إنك هون، طلع ورجيني حالك. شبك عم تعيي؟ سكوت بقى صرعتني، سكوت أحسن ما كسر لك راسك. طلع ورجيني عضلاتك. يا الله دخيلك شو هالولاد. ايوه وتنضبي بيتك. امشوا شباب، بعرف انك هون، اطلعوا لا جبان. خلصني اطلع فرجيني ما راجلك، عملك اطلع. Thank you.
وينك يا حيدر؟ وين متخبي؟ عزيزة امشي معي امشي لجوا. أصلاً أنا جاية لك خلاص راسي عمي وصفي أوعك تقرب فهمت؟ بالأول منحكي بعدين بيصير اللي بده يصير. اللي بده يصير إنه بدي موتك. ما بتعرفي هالمرة كتير غنية بس ما في عندها حدا بنوب ناطرة الموت لحالها. هن هربوا من وضعها أصلاً ما حدا بيقدر يتحملها. لك أنا بتحمل خلص اطمنوا انتو. يا ست ما بتتخيلي هالغنية قديش بتأثر فيني. هلأ شكلي حبيتك من قبل ما أشوف جمال وشك حتى. أنا وقعت ببحر الحب والعشق والغضب. شو قلت؟ أوه الرجل الآلي. قلت حبيتك قبل ما أشوفك. لا لا مو هالجملة الغنية. تمام بس بدك تعذريني صوتي تعبان شوي. ولي على العلقة. قلي يا حلو جابك عليا. وصل الشاي وهلأ بجيب التوست لما يصير جاهز. شكرا كتير أوسي سلم. لا تقولي هيك لين. ليكو في فيلم كتير حلو آخر هذا الأسبوع وهذا هو. إذا ما في عندكم مشكلة منروح منحضره سوا. كيف عرفتي إنه حلو مادام ما شفتي؟ بس عائشة شافت العرض الأول وتأثرت كتير وقالت لي إنه بكيت. وأنا سمعت عنه كمان. مو هذا اللي بيحكي عن قصة حسان السبا؟ إيه والله منروح. وبتعرفي شو؟ هي قصة حقيقية. يلا إلين تطلعي معنا. طيب بجي. ليكو مع مين عم يحكي؟ مو هو مساعد الدكتور؟ بتكون عم تسأله كم سؤال. انتو حكيتوا عني كتير حكي بس انا يلي انقذت حياته.
بالأصل ما كان رح يرجع على الجامعة لو ما حكيت مع أخته. عن جد؟ مدام عم تشتغلي كل هالشغل خليني أنا بالصورة. بتناسبك هالشغلة؟ لا تحكي حكي فاضي. يلا رايح جيب التوست. يا سلام، بالله عن جد؟ شوفوا مني اللي قاعدة عم تحكي عن الموضوع. بس أنا بلعب بالناس على قد ما بيسمحوا لي هن. ما في داعي كان تروحي لعندهم. عن جد أنت عم تحكي؟ بالأصل أنت اللي أخذتي لأحمد مني، شو مفكرة أني ناسياني؟ هيلين، بكفي بقى. تمام، أنا قلت لك اتركي، بعدين أنا انتقمت منه. اسمعي، أصحك تعطيه وش مرة تانية، عم تفهمي؟ صدقيني المرة الجاية رح تخسريني. طيب بكفي، فهمت. أنت لاقي شخص مناسب واستمري بحياتك إذا بدك، مشان ترجعي تاخديه مني، مو هيك؟ رح ضل هيك لحتى تلاقي واحد عيونه ما تشوف غيرك وما يفكر حتى انه يخونك. ما تتوقعي مني اعمل غير هيك حبيبتي، لاني ما رح اسمح لك انك تعيشي الحياة كلها وكأنه مشروع مثل ابي وامي. ليش رحت عليك؟ مثلا انا ما فهمت هالشي بالمرة، ما بعرف ليش كل هالعلامات راحت. أنا كتبت كتير منيح. الجواب كان غلط. مشان هيك ونحن وزعنا الأجوبة أساساً. حبيبتي، بظن في حادث بموقف السيارات، يمكن سيارتك انضربت. سيارتي أنا؟ يا الله، خليني روح لك أستاذ، برجع بعد شوي. شو هالحكي ها؟ بلشتي تغاري من الفراشات يلي حوالي، ما هي؟ شو المشكلة؟ وانت لا تلعب مع الفراشات مشان ما تخليني غار، مشان ما توقع بمصيبة أكبر. ليش؟ أنا برأيي هالبنت منيحة. وكمان هي ما بتقول لأختها مشان تنفصل عني وتتركني. ماني مجبور كمان فكر امتى رح تدمر لي حياتي. يعني عجبتني، في مشكلة؟ انت ممكن تكون مع اي وحدة ما بتشبهني، مو هيك؟ ايه، شو المانع؟ اساسا انا شو بدي غير هيك؟ شكلها بتستاهل اني دافع عنها. طيب رح نشوف اذا بتستاهل. عجبك؟ يلا ابني فوت بسرعة يلا. شو عجبك المكان اللي بدنا نتخبى فيه؟ اللي ابني. طيب امي كيف بدها تجي لعنا؟ بتعرف شلون رح تلاقينا؟ ابني انا تركت لها لامك طرف خيط لتلاقينا بهالبيت، ونحن رح نقعد هون وننبسط لوقت ما تلاقينا، رح نلعب لعبة، شو رأيك؟ تمام يلا نشوف. برافو عليك ابني الشطور، شلح جاكيتك. ايه يلا روح عود هنيك. ايوه برد شوي مو هيك؟ نشغل هاد؟ اوه شو رح نعمل هلا؟ جعنا شوي مو هيك؟ شو رايك نعمل كفتة طيبة؟ موافق. ايه يلا، انت بتعرف طعم تمك. يلا العب شوي بألعابك هلا وانا رح اعمل الاكل واجي. تمام يلا لشوف. يلا طلعي خلصينا، خلينا نمشي، بدنا نروح لعند هديك المرة يلي حطينا عندها الولد. على فكرة هالشي كان كتير مفيد للولد، المرة كتير عم تهتم فيه هلا. عم بيلعبوا مثل الولاد. مين هذا اللي عم بيتصل؟ قالوا نعم؟ قالوا لميس، أنا بدر. أي بدر؟ ليك اسمعيني منيح لميس. عم بسمعك. أنا بدي كام يوم بس لحتى بين، مشان ما ينشغل بالك. ليش شو صاير؟ ما في داعي للخوف، أنا مع سامح هلا. نهال كانت بدها تنهي الموضوع من الأساس، مشان هيك. بدر اوعك تعمل شي شغلة سخيفة، ماشي؟ أنا اتصلت فيكي مشان ما ينشغل بالك علي، ماشي؟ ما في داعي للخوف، روقي، أنت لا تاكلي همي أبدا،
ومثل ما قلت لك مشان ما ينشغل بالك انا رح اختفي كم يوم انا وسامح، تمام؟ ايه ماشي، بس هلا والله شغل بالي، بدر اوعك تعمل شي شغله وتوقع حالك بمصيبه الاول ما لاخر. طيب يلا يلا، ما في داعي للخوف هلا، شوفك كلها كم يوم. بدر يلا شو عمل هالمره؟ يعني اذا بده يحل الموضوع اللي بينه وبين نهال، شو دخل الولد بالقصه؟ طيب حبيبتي لا تعصبي لهالدرجه، هدول اهله وهنن ادرفي، خليه يعمل شو ما بده، المهم يخلص من مرته. خلص عزيزة هون؟ لا يعني ما اجيت؟ ما اجيت، ليش؟ شو يلي صاير؟ تركت رسالة وبعدين راحت، اتصلت فيها وما ردت، أكيد راحت لعند الزلمة. أي زلمة ها؟ لا تدوروا علي، أنا رايحة حل مشكلتي مع حيدا بشكل نهائي، والله مو معقول. أكيد جنت، أكيد جنت هالبنت. شو رح نعمل؟ استنى، اتصلت فيها كتير ما عم ترد على التليفون ابنه. طيب شو الحل؟ يلا خرسي لها التليفون. ليك حيدر، هدول ما رح يحلوا عنك، لازم تسلم حالك لحتى تنحل هالقصة، تنحبس لك فترة وبعدين بترجع بتطلع. شو فيها؟ يعني هالشي بيستاهل برأيك؟ حيدر فكر فيها، حتى لو قتلتني شو رح تعمل؟ بتقضي كل عمرك وانت بالسجن بعدها. شو اللي بيضمن لك ترجعي على قضنا؟ شو احكي؟ ومين جاب سيرة قضنا؟ مين قالك انه بدي روح على قضنا؟ نحن اتطلقنا. ليش ما عم تفهم من ساعتين وانا عم حاول اشرح لك؟ انت اجبن من انك تقتلني، بعرفك اكتر من حالك. حيدر نحن تركنا بعض، يعني اتطلقنا مشان نعيش حياتنا. ما راح اتركك، عم تفهمي؟ لك انا بحبك يا عزيزة. حب شو بالله؟ رد علي، مو هذا الحب حيدر، واذا هذا الحب ما بدي اياه. بعدين اذا بتحبني بدك تستعبدني؟ هالشي من حبي لإلك، من عشقي لإلك، ما بدك يعني عجبك الشرطي ما هيك؟ انا راح ضل وراك يا عزيزي. اسمعني منيح حيدر، هدول الناس فتحوا لي بيوتهم واهتموا فيني، انت ضربت الولد يلي بيعتبره مثل اخي بالسكين يلي بايدك، اذا بتقرب عليهم مره تانيه ما تلوم غير حالك. تعرفني بقتلك وبقتل حالي ومو فارقه معي بنوب، هذا الحكي بتعرفه منيح، فهمت؟ بطلع بروحك. صرعني هاد، سكري هالتليفون بقى. لميس عزيزه، لميس عزيزه، لميس لميس، انا هون ببيت. يا حيوان، لا خلاص، بيت العم وصفي، بيت العم، هدول ببيت العم وصفي، ببيت العم وصفي، من 6172 للمركز. انا بحاجه لدعم عاجل بشارع شيناز هناك بالتا. أنا بدي أقول لك قديشك حلوة وأنيقة كمان، وبصراحة أنا بدي أعترف لك بسر، أنا كنت طول عمري أحلم إنه لاقي مرأة مثلك بجمالك ولطافتك ونتزوج أنا وياها، وفجأة طلعتي بوشي أنتي. بعرف إنه حلم كتير بعيد، بس حاولي تتخيلي إنه قاعدين بجنينة ببيتنا سوا، قاعدين على ضوء القمر هيك معانقين بعضنا وعم نتفرج على نجوم ونحن عم نشرب كاسة بيرة. شو رأيك نحققه لهالحلم؟ ايه بس خلينا بالأول نعرف بعضنا أكثر، رح ننام مع بعض يا ترى؟ سوا 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 ايه سوا ايه. يعني معقولة إنه ما ننام سوا أنا وأنتي؟ شو هالسؤال هذا؟ معقولة تسألي هيك؟ طبعاً، بس شو رأيك بالأول إنه أنا وأنتي يعني نعمل لفة صغيرة بالمشفى؟ أول شي منروح على قسم الاستقبال لأنه هنيك بيعملوا شاي كتير طيب، منشربه سوا ومنقعد بالكافتيريا الحلوة ومنحكي شوي ومنتعرف على بعضنا. يلا، عم تسأل إذا بدنا ننام مع بعض، شو هالمصيبة هاي؟ يلا يا أميري، أنا هلا رح خليك تشرب دواك. يلا افتح تمك لشوف. ليك أميري، إذا ما طبت وتركتنا على بكير، وقتها شو رح أعمل بدونك؟ ولهيك أنت لازم تطيب. خليني امسح تمك.
شو رأيك تحكي لي شوي عن حالك؟ أنت لشو كنت مكرر حياتك قبل ما تشوف؟ إيه طبعاً بحكي لك عن حالي شوي. أنا يعني كنت ضابط طيار وتقاعدت على بكير، بعدين أنا كرست حياتي لعائلتي ولولادي وللحب ولنشر السلام بالعالم. إيه وبحب ساعد البشر، وبعدني مستمر بهالشي وما رح وقف لموت، ومن اليوم ورايح رح تكوني واحدة من عائلتي إن شاء الله، ورح نعمل هالشي أنا وياكي مع بعض يا حلوة. رجع لورا بسرعة، رجع لورا عمل لاب، اهدى، رجعوا لورا. تمام بس اهدى. كل لورا عزيزة لم يسلق. وقف سكين، نزل سكين من ايدك. ارجع لورا والله العظيم بتبعها. ما وفهم منيح، اتركها لا تجن احسن ما قلت لك واخلص منك. يلا هاي المرة مرتي، انتو شو دخلكن؟ ولك اتركها لا تقرب، هلا بيصير لك شيء انت كمان. شو رح نعمل لميس؟ شو بدنا نعمل لك؟ مشان الله المكان كله محاصر، صدقني اذا بصير لها شيء رح تموت. حط السلاح على الارض، روق شوي واللي بدك يا بصير. اوعى تقرب والله ما برحمك. ماشي قول بالك حيدر. هي بعت سلاحي، الكل ينزل السلاح، نزلوا السلاح. منيح هيك، اهدى شوي. ماشي اسمع حيدر، انت محاصر لهيك لا تعمل شيء تخلي محكوميتك تصير اكبر. نحن رح نحكي بهدوء. خليك عندك. اتركني كلبشات احمد. يلا ما رح خليكم تعيشوا ابدا، رح اقتلكم مع بعض. ماشي بس بالاول يا واطي لازم تطلع من السجن مشان تهدد الناس. بدي اقتلكم. حركوا. لا خلص كل شيء، خلص كل شيء، طمني ما على قلبك شيء. يا برافو عليك، برافو، شكرا كثير لك. ليكي حبيبتي، إذا نفذتي اللي عم قلك يا حرفيا فأكيد رح تطبقي يا أحمد. عن جد بتشكرك كتير يا إلي، بالحقيقة أنا بعرف إنه كان معجب فيني، تعرفي من نظراته لإلي بيّن هالشي. إيه يلا قومي روحي، شو ناطرة؟ عن جد كتير بتشكرك، لكان بدي روح إذا هيك. شوفي Circles and cycles, you don't know you're blind to your heart and your soul, and your heart won't be. أحمد شو عم بصير عندك؟ بالحقيقة أستاذ ما في شي، بنوب. ما بدي شوف هيك شي بالجامعة أبدا، وإذا كنت رفقة فأحمد يعتبر أستاذك. طلعي من هون. أحمد شوفي يا زومبي، إذا ما باخذ لك كل مصرياتك وما بخلي لك ولا ليرة بورجيكي. شو هالقرف هاد؟ يعطيك العافية. يا ترى شو وضع الشاب تبعك؟
ايه طبعا صعب هالشي لانه بعد ما يصير الواحد عمره 150 لازم يموت. امتى الورثة رح تجي يا ترى؟ انا ما عم افهم شو عم تقول، لا تاخذني. خلصنا بقى بلا هالحركات. انا فهمت عليك من اول ما شفتك معه. طبعا نحن مثل بعض اصلا، قاعد عم تدوري على واحد تورثيه. طيب طيب ايه طيب ماشي، عم حاول خليه يوقع من زمان بس مو قبلان ابدا. صار على حفة قبره ولهلأ عم يقول لي خلينا نتعرف على بعض. يلا خلصني يموت من شان يموت. خلصنا موت بقى موت. انا ما بقدر اقول له هالشي طبعا. قولي قولي فضفضي، هي اللي عندي اضرب كمان قال بدها تتعرف عليه صحيح. شو رايك نحن الاربع نضلنا مع بعضنا؟ معقوله؟ شو رح نعمل نحن الاربع؟ رح نلعب يعني؟ مو هيك، انت كل الوقت بتقعدي بتمدحيني قدام هي الزومبي اللي معي وانا بمدحك قدام البيبي تبعك. والله هي الطريقه اللي عامل لك اياها احسن شيء مشان نحرضهم يوقعوا على العقد قبل ما يموتوا. كلامك مزبوط، ماشي رح وافق. خلينا نشوف شلون رح تحرض. انت عملتي هيك؟ شلون هيك؟ يا الله منك حكمت، انت جرحك جديد لا تتحمس كتير. اوف، يعني لو كنا تأخرنا دقيقة كان الزلمة رح يقتلها. أنا ما كان عندي مشكلة يقتلني، خليه يعمل فيني شو ما بده بس ما كان لازم يدقر أخي حكمات. سامحني حكمات بسببي أكل الضربة سكين من هالحقير. ليش لسامحك عزيزة؟ أنت ما عملتي شي لحتى سامحك، أنت عملتي شي كتير كبير حلال عليكي. ما استسلمتي وضليتي صامدة لحتى قبضوا عليه. المهم هلأ خلصنا منه، برافو عليكي. كل شي عم يرجع لطبيعته شوي شوي. لقينا شغل اليوم. كيف؟ لقينا شغل؟ ايه، كنتي لازم تشوفي لميس وهي عم تقنع الزبون، كانت فظيعة ما خلتها يتنفس. وبكرة رح نبلش. رح قلكن شغلة ومن قلبي، انتو نسوان قدوة عن جد، حلال عليكم. انا عن جد بفتخر فيكم، لازم كل النسوان يعتبروكم قدوة لحتى يعرفوا كيف الحياة بتنعاش. شكرا كتير قلكن لانه عم تكافحوا عن جد. شو رأيكم هلأ نعمل حفلة سوا؟ شو رأيكم؟ منروح على السينما ومننبسط هنيك كتير. شو بكم شو ناطرين؟ ايه منروح. بس ليلى لسه ما رجعت ما؟ لميس؟ الو بدر؟ الو لميس؟ لميس؟ شو صار؟ دقيتي لبدر مو؟ ايه ولهلأ ما رد علي، ان شاء الله ما يعمل شي شغلة مو منيحة. وانتي ليش مهتمة كل هالقد فيهم؟ قال لك هو رح يحل الموضوع، بكرة كل شي رح يرجع منيح شوي شوي. بس ترجع لي لاس، رح نعمل احتفال صغير معها لأنه عن جد اختنقنا لميس. ايه والله بس بدها يومين. فيكو وين اختفى فجأة؟ ما بعرف والله. حكمات فيكو ما اجى اليوم بنوم؟ ما بعرف وما قدرت ادور عليه ابدا، بس مع الاولاد اكيد. يعني مالي عرفانه هي كانت عقوبه ولا مكافاه لإله؟ انا شو قلت لك من الصبح؟ ما تخافي بيكون مع اولاد الحاره، يعني شو بده يصير له؟ بعدين هو كمان ارتهب، فخليه يغير جو، لا تشغلي بالك فيه. خليني اعمل اكل وبعدين بدور عليه. وقفي شوي، اليوم انا يلي بدي طعميكم. طولي بالك بدي ساعدك قبل ما تخرب الدنيا هلا. عن جد الحمد لله. من اليوم نحن رح نحمي الحارة وما رح نخلي حدا يقرب. لك صرنا عم نمشي من الصبح، أنا رايح البيت. ما في روحة، ما حدا منتون رح يتحرك من هون أبدا، عم تفهم علي؟ فيكو قبضوا على الزلمة، كان متخبي ببيت العم وصفي كل اليوم. عن جد؟ سمعت يا ولد؟ كمان صاروا الختايرة بخطر هلا، ممنوع حدا يتحرك، ما لازم نتحرك من مكاننا. شو رأيك ما بيفيدنا هالولد؟ ما بيفيد، شكله ابن شوارع بس سهل تلعب بعقله. فهمتوا شو عم بحكي؟ بدنا نحمي الحارة تبعنا. انت ابوك واحد سكرجي، شو يلي صار كان بسبب عيلتك؟ على اي عائلة عم تحكي؟ بعد عني ولوك. على اي عائلة؟ بس انت وياك كل حالة رجال. خلص بعد عنه. حاج بقى نفختوا راسنا وانتوا عم تحكوا من الصبح، وبعدين من امتى في حدا بيحكي عن عيلة التاني؟ القلع. امشي خلينا نروح. امشي. ما بدي اشوفك مره تانية، انت واحد جبان يا ولد.
اهدى. بعدين انت ليش متحمس هيك؟ يا اخي انا هيك بس هدول جبناء. ايه طيب، يعني انت بدك تحمي عيلتك وحارتك صح؟ المفروض يكون في حدا يحميها. طيب ماشي، بس انت ما بتقدر تعملها مع هدول. انت بحاجة لناس مثلنا. انتو مين؟ نحنا، خلينا نقول انه نحنا حراس الحارة جدد. امشي تعال إلا خبرني شو صار مع اخوك. سامح، انا اجيت. سامح حبيبي، ابني هلأ وينه؟ أهلا وسهلا نهال خانم. أهلا. سامح أخذوا أبوه ولهلأ ما رجعوا. هيك لكان. يا ترى شو اللي عم تعمله يا سامح؟ وقال لي كمان إنه حضرتك بتعرفي إنه رايح معه. طيب ألو. ألو، شو وصلتي على البيت؟ سامح أنت شو عم تعمل مع الولد؟ وينه ابني؟ احكي مع أمك بس علي صوتك شوي. أمي نحن متخبيين أصلاً. يا روح قلبي. سامح سمعتي؟ أعطي التليفون لسامح فوراً. عم تسمعني؟ أعطيها بسرعة. تقدري تتوقعي إني ما رح أعمل هيك شيء؟ ما رح أعطي التليفون. بكفي اللي عملتيه يا نهال. اسمعيني منيح، أنا تركت بغرفة سامح ورقة الطلاق. ماشي، روحي عبي الورقة وعطيها لمحامي وبعدها فوراً بتشوفي ابنك. الظاهر إنك جنيت بدر. أنت هيك عم تخطف ابن نائبة. سامح رح أحبسك إذا ما بترجعوا. عم قلك رجعوا بسرعة. بدك قلك شغلة؟ يعني إذا حضرتك كنت نائبة فأنا ابن ثروت أكتان؟ إذا ما بتعرفي وبعرف كل هالتصرفات. المهم يا بتطلقيني فوراً أو إني رح أعيش مع سامح حياة كتير طويلة وحلوة بدونك. عم تفهمي؟ سامح لا تجبرني أسجنك. بلكت الحكي ماشي، بس تطلقيني فيك تعملي اللي بدك إياه وتشوفي ابنك.